بالنسبة للخطوات، حنا نتمنى في الحقيقة أنه يكون واحد الاستجابة لطلبنا للحوار، وأنه هنا يتم تعامل سريع وتعامل فعال مع ملفنا المطلبي. ولكن في حالة عدم وجود هذه الظروف هذه، فالأطباء الداخلين المقيمين متشبتين بالحقوق ديالهم والمطالب ديالهم، وغينهجوا الأساليب المكفولة دستوريا وقانونيا لنيل هذه المطالب ديالهم. وفي الحقيقة الفئات اللي كاينين في الشغيلة الصحية مختلفة، والمطالب ديالها كتقدر تختلف عليها، ما كاينش هذا التكتل هذا اللي تكلمتي عليه. ولكن حنا زعما الفئة ديالنا اللي هي الفئة الأطباء والصيدلة، الأطباء اللي داخل المقيمين، عندهم واحد اللجنة اللي كتشمل 18 جمعية وطنيا، واللي كتحاول أنها تنسق ما بين الآراء المختلفة ديال الأطباء داخل المقيمين، وأننا نكونوا ما نصعبوش المهمة على الوزارة ديال الصحة باش أننا نجيوها بواحد الملف مطلبي واضح واللي كيخصنا. وإلا زعما إلا كان هاد الأمور كلها تختلطات، يمكن غيكون أصعب أنها تحل هاد المشاكل اللي كاينة حاليا. حاولنا نوضحوا شنو هما الأطباء المقيمين وشنو هما الأطباء الداخلين. احنا عارفين ان الدراسه الطبيه كيكون فيها 7 سنين، لحد الان واحد القانون مازال ما تغيرش. الدراسه الطبيه فيها 7 سنين، كيكمل الطبيب ديالو 5 سنين دراسه في الكليه، كيتبعها واحد العامين ديال الفورماسيون اللي هي كتسمى الداخليه ولا لانترنا، سواء كيولي طبيب داخلي في المستشفيات الصحيه الجامعيه، سواء كيكون طبيب داخلي خارج المستشفيات الصحيه الجامعيه. من وراها كيدوز واحد الكونكور التخصص، واحد المباراة اللي كيولي من وراها طبيب مقيم، يعني طبيب يقيم في المستشفيات الجامعية. بالتالي في هذا الحساب هذا اللي قلنا، يعني راه 7 سنين زائد 5 سنين أخرى وصلنا ل 12 عام. هذا الطبيب المقيم في العامين اللي الطبيب الداخلي في العامين اللي كيدوزها في المستشفى الجامعي، اللي كيأدي فيها واحد الخدمات حساسة جدا وأساسها المستعجلات والحراسة في المصالح المتعددة اللي كتعرضوا لبزاف الأخطار وكتعرضوا لبزاف المسؤوليات، كيتقاضى عليها 3500 درهم. هاد 3500 درهم هي نفسها اللي كتبقى عنده كطبيب مقيم إلى ما بغاش يدير التعاقد مع الدولة. هاد التطور ديال انه وصل لواحد التخصص، وصل لواحد الدبلوم الدراسات المتخصصه في الطب ديالو، وصل لواحد الباك بلس 12 ولا باك بلس 10 او موان، ولا حتى غير باك بلس 7 من النهار اللي بدا السبيسياليتي ديالو، كيتخلص عليه 3500 درهم، رغم المسؤوليات اللي معطياه، رغم المجهودات اللي كيعطي، رغم الاخطار اللي كيتعرض ليها، رغم كل ما هو كيقدم باش يطور من مصلحه المريض وكيطور من الخدمات الصحيه، هو كيبقى كيتخلص 3500 درهم. خصكم تعرفوا بان حنا واحد اللجنه اللي كنمثلوا الجمعيات ديال الاطباء الداخلين والمقيمين بالمغرب كله، مرورا بطنجة، الرباط، وجده، فاس، مراكش، والرباط والدار البيضاء واكادير. حنا بدينا هاد لو موفمون ديالنا، هو واحد لو موفمون اللي بدا في 2015 وتعاود تاكتواليزا حاليا من شهر 2 في 2024. ومن هذيك الوقيته كنلاحظوا بان هناك واحد التماطل من طرف الوزارتين، درنا معهم درناه مع وزاره الصحه بوحده مجموعه من الاجتماعات اللي كان فيه واحد الحس الايجابي وبعض وعود، وهذوك الوعود اللي ما نطبقوش. ومن تقريبا من بضعه اشهر كاين واحد سيلونس راديو، كاع ما عاودوا عيطوا لنا، ايزون كومونسي ان نو زينيوري، الوغ كو هذوك الملف المطلبي اللي حنا ذكرناه في الندوه الصحفيه فيهم واحد النقط اللي هي بسيطه جدا، وحنا اصلا فاش صوبنا هذاك الملف المطلبي فهمت درنا على اساس بانه يكون بسيط وما يكونش تعقدات، وفكرنا حنا الوزارتين باش ما يكونش. وعلى طول هذا لو موفمون هذا حنا مشينا في واحد الحسن ديال النيه، فهمتي، درنا اضرابات، كنحبسوا ملي كيبداو معنا النقاشات، كيخبروا علينا بعد الاشهر، حتى تيخبروا علينا 4 اشهر شهرين، عاد كنعاودوا الاضراب هذا. حيت الاضراب خصكم تعرفوا بانه هو سي لو سول مويان دو كومونيكاسيون اللي عندنا حنا كاطباء داخليين ومقيمين. وهاد الاضرابات حنا ما كنبغيوش نديروهم. اول حاجه هي كتادي على
حتى تأدي على لي مالاد وكتأدي حتى على لا فورماسيون ديالنا. دونك كنتمنوا بان من هذا المنبر هذا من هذا المنبر ديال الندوه الصحفيه زعما الحكومه تعاود تشوفنا وتعاود تسمعنا وعاود تعاود تستضفنا وحنا راه غنبقاو في حسن نيه ان شاء الله. حنا بغينا نحلوا المشكل ولا كريس.